بعد حملته الواسعة بمحافظات مصر لمنع انتشار الحوت الأزرق. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحذر من لعبة بابجي بعد أن كانت دافعا لجريمة قتل طالب لمعلمته طعنا بالسكين في الإسكندرية. اللعبة القتالية تأتي حروفها اختصارا لعبارة Player Unknowns Battlegrounds، أو ما يعني لاعبون مجهولون في ساحة المعركة، وتمارس عبر الإنترنت. تم تطويرها من قبل شركة تنسنت الصينية بالتعاون مع بلو هول. أتيحت على ويندوز وإكس بوكس في عام 2017، ووصلت للهواتف في مارس من عام 2018. صفحات التواصل الاجتماعي لا تخلو منها، فظاهرها بسيط بمؤثرات ورسوم متحركة، لكنها تعزل الأطفال والشباب في عالم افتراضي مغاير للواقع. أساليبها نفسية وتغذي العقول بأفكار دموية لتنتهي بحالات قتل بين مستخدميها تحت مظلة البقاء للأقوى.